بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناه خفايا الطب البديل وتفسير الاحلام. باذن الله تعالى اليوم سوف اتكلم عن طائفه الحشاشين. اذا كنت اول مره بتسمع عن طائفه الحشاشين، كل ما عليك هو البقاء في هذا الدرس لكي تعرف كل شيء عنها. قد يبدو الاسم غريب شويه انت تسمعه، ولكن سوف اشرح لك كل شيء يخص هذه الطائفه الاسماعيليه. متى ظهرت هذه الطائفه؟ ظهرت هذه الطائفه بعد موت الامام جعفر الصادق، اللي هي في سنة 765 ميلادية. كانت طبعا من الآثار الخاصة بموت الإمام جعفر الصادق اللي هي انقسام، سواء كان أبنائه أو مؤيديه، الناس اللي تحت منه على السلطة. وبالتالي انفصلت اللي هي الكثير جدا من الفئات، ومن ضمن هذه الفئات اللي يعني تفرقوا وعملوا مثل الأحزاب هكذا، اللي هي الفئة الإسماعيلية. ومن هنا تبدأ بداية القصة الخاصة بنا. طبعا الإسماعيلية هذه بقت موجودة إلى غاية اللي هو القرن الثالث هجريا. بعد ذلك بدأت في اللي هو إخراج ما تعرف بالدعوة الهادية. بشكل خاص ظهرت هذه في العراق. ما هي الدعوة الهادية؟ اللي هي دعوة تدعو إلى انتظار ظهور المهدي الإسماعيلي اللي حيخلصهم من مظالم العباسيين، يعيد إليهم مجد اللي هو العلوية اللي اقتلعتها العباسية. إذن العلويين هم فرع من فروع الإسماعيلية، هذه معلومة هكذا يعني على جنب، اللي هم موجودين طبعا في سوريا وجزء منهم في لبنان وجزء قليل طبعا في العراق. المهم نتكلم الآن عن الإسماعيلية. الإسماعيلية اللي هي حققت اللي هي الدولة الفاطمية الإسماعيلية تطلعاتها في السياسة، سواء كان في الفكر أو في الصراع العسكري أمام العباسيين. وأيضا احتلت اللي هو شمال إفريقيا، يعني نشرت بشكل كبير جدا الفاطمية، احتلت أيضا مصر، احتلت الكثير جدا من الدول. بعد ذلك قاموا بأيضا الانفصال. الإسماعيلية في حد ذاتها انقسمت إلى قسمين. القسم الأول اللي هو المستعلية والنزارية. اللي هو القسم الأول اللي هو المستعلية كان اللي هو للابن الأصغر، اللي هو استطاع أن هو يتمكن من احتلال كل شيء في دولة العراق وأيضا في الشام. بينما الطائفة الأخرى اللي هي الطائفة النزارية، اللي هو هذا الكلام طبعا في سنة 1101 طبعا ميلاديا، ذهب إلى إيران، وأيضا كان يعني الناس لديه طبعا حفاوة كبيرة جدا في إيران، يعني آمنوا بالمذهب هذا وانضموا إلى الأمر هذا، اللي هو مؤسسها حسن بن الصباح الإسماعيلي. طبعا بالنسبة لحسن بن الصباح الإسماعيلي هذا قصة. عندما ذهب طبعا إلى إيران كان رجل تستطيع انك انت تقول اما ذكي او خبيث او ما تعرفش انت توصفه بوصف معين. المهم كان هذا الشخص عندما كان ليه الكثير جدا طبعا من المؤيدين والكثير جدا من الناس اللي هي سانداته في ايران، فماذا كان يعمل؟ لان ايران كان بيحكم في هذاك الوقت السلاجقه. كان بيتنقل بين القرى اللي هي بعيد في الصحراء، وكان بيتحاشى المدن اللي موجود فيها اللي هي السلاجقة اللي هو الحكم السلجوقي. كان أيضا بيدعوهم إلى الدعوة اللي هي الإسماعيلية النزارية، وكانوا بينضموا له الناس إلى طبعا كان بيذهب إلى المدن هذه النائية وفي الصحاري هكذا، يعني بيشتغل في الخفاء، إلى درجة أنه هو كون جزء معين أو جيش له ثقل معين. فهنا حس السلاجقة بخطر هذا الرجل، فمباشرة بدأوا في مطاردة. عندما قاموا بمطاردة هذا الرجل خطرت عليه فكرة معينة، وهو أنه يقوم بعمل مكان محصن ليه، يستطيع من خلاله أنه يدافع لنفسه من السلاجقة، وأيضا يستطيع في الانتشار سواء كان في الدعوة الخاصة به على الصعيد الدعوة أو حتى على الصعيد العسكري في احتلال بعض القرى والقلاع القريبة. ومن هنا بدأت قصة اللي هي قلعة الموت في بلاد فارس اللي هي جنوب بحر قزوين سنة 1090. طبعا القلعة هذه كانت جاية فوق جبل مرتفع للغاية، ولا يوجد لها إلا طريق واحدة، والطريق هذه منحدرة، يعني مسألة أنك أنت تستطيع الدخول إلى هذه القلعة بدون
إذن أصحاب هذه القلعة أو يعني عن طريق حرب، فهذا أمر بيعتبر تقريبا شبه مستحيل. بقى طبعا الحسن بن صباح الإسماعيلي متحصن داخل هذه القلعة، واستطاع أن هو أكثر من مرة يرد اللي هي الغزوات السلاجقة، واستطاع أيضا أن هو يفتح أو يحتل عدة قرى وقلاع أخرى. من الأشياء اللي ميزت الطائفة هذه اللي هي طائفة الحشاشين هي قدرتهم الرهيبة للغاية على الاغتيالات، يعني لا يمكن انك انت تتخيل المقدرة الخاصة بهم. على مر التاريخ لم تتقن اي فئة اخرى اللي هي فن الاغتيالات مثل ما اتقنت هذه الفئة. كانوا قادرين على اغتيال اي شخص في اي وقت، ملك، امير، سلطان، بين حرس، بين جند، لا يمكن انك انت تتخيل نهائيا المقدره الخاصه بهم. سوف احكي لك اللي هو قصتين عن قدرتهم الغريبه جدا في مساله اللي هو الاغتيال. قصتين من ضمن الاف ان لم يكن عشرات الالاف من قصص الاغتيال اللي اشتهروا بها في العالم بالكامل. القصه الاولى هي عند مهاجمه اللي هو جيوش السلاجقه لهذه الحصن اللي هو حصن الموت. بالنسبة لي ذهب اللي هو أرسله اللي هو الرجل الأول لأنه هو يفاوض، مباشرة نزل إلى اللي هو الأمير السلاجقة فأخبره أن نحن نريد السلم وكذا. فالأمير أمر بضرب اللي هو الحصن من جديد، فأخبر الرجل هذا اللي هو المبعوث المرسول، نعم لقد وصلت رسالتك. بعد فترة من الزمن جاء شخص ثاني يحمل علم أبيض، كان يظن أنه هو سوف يستسلم. أيضا جاء الأمير، نحن نريد السلام، نحن كذا. فالأمير لم يعره أي اهتمام، فمباشرة طعن الأمير، أخرج طبعا من هذاك العالم الأبيض، أخرج منه اللي هو مثل السيف المسموم، وقام بضرب الأمير هذا مباشرة. ولما أحاطوا به الجند قام بالهروب، وبما أن أصلا الحصن هذا كان جاي فوق صخرة معينة فكان متدلي خيط ماء، فقام التشبث بذلك الخيط والذهاب إلى المكان الآخر والتسلق. فمن هنا حسب ما يحكى اللي هو الجند السلاجقة فوجئوا بهذا الأمر حسب كتب التاريخ، وأخبروا الأمير طبعا أو الناس اللي هو بعد موت الأمير أن نحن لم نكن نتوقع مثل هذه الأساليب الغريبة، اللي أقرب يعني ما تكون بأساليب النينجا اللي بنعرفها نحن الآن. الطريقة الثانية أو الحادثة الثانية اللي هي كانت مع صلاح الدين الأيوبي. طبعا بحكم أن معروفين اللي هم الطائفة هذه الحشاشين بقدرتهم اللامعقولة والخيالية في مسألة الاغتيال، عند طبعا حصار صلاح الدين الأيوبي إلى حلب، فأرسل اللي هو أمير حلب مبعوث إلى الحشاشين يريد منهم إن هم يقوموا باغتيال صلاح الدين، لأن لا يستطيع أي أحد في ذلك الوقت الوصول إلى صلاح الدين إلا هؤلاء الناس. وطلبوا عليه مبلغ كبير جدا يعتبر وقتها اللي هو يقارب 30,000 قطعة ذهبية، اللي هو يعني في المفاوضات حسب كتب التاريخ إنهم أخبروا هذا أغلى حتى من حق الأشياء اللي موجودة يعني في حلب، يعني ترك لهم حلب أوفر من هذا الرقم. لكن بعد ذلك إنهم عرفوا أن صلاح الدين لن يتوقف أصلا عند حلب، فأدعنوا ووافقوا على هذا الأمر. فمن هنا أرسلوا اللي هو سبعة يعني من الناس حاولوا أنهم يقتلوا صلاح الدين. جاء الأول وغرس اللي هو الخنجر الخاص به، طبعا بيستطيعوا أنهم يتنكروا بنفس اللباس الحرس الشخصي، لا تعرف أنت طريقة أنهم كيف يصلوا إلى الشخص أو إلى الأمير أو الملك برغم الحراسة المشددة. هذه أيضا بقت أسرار إلى غاية يومنا هذا. من ضرب صلاح الدين ضربة الأولى اخترقت الخودة، ولكن ما لم تأتي في الرأس، إنما انحرفت شوية هكذا وأتت في الوجه هكذا. وهذه هي سر الندبة اللي بنشوفها حتى في المسلسلات اللي هي مسلسل صلاح الدين الأيوبي، الندبة اللي موجودة في وجه هذه من الحشاشين هذم. بعد ذلك طبعا انهال عليه الحرس بالرماح فقتلوه، جاء الثاني قتلوه، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. بعد ذلك كان فيه شخص ثاني اللي هو بيرصد لكي يشوف النتيجة وينقلها إلى الأمير الحشاشين اللي هو موجود في قلعة الموت. أيضا أرسل أو ذهب هذا الشخص إلى أمير الحشاشين وأخبر أن العملية فشلت، وأن صلاح الدين الأيوبي تمكن من أسر أحد الجرحى وعرف نحن من، وهو قادم إلينا على رأس جنده. مباشرة طبعا جاء صلاح الدين وأصبح أيضا يدك في قلعة الموت هذه من جميع المحاور. فأرسل له أيضا اللي هو المرسول الأول، تمكن أنه هو يعني يتفاوض مع صلاح الدين، ماذا تريد ماذا نعم. فأخبر صلاح الدين هذا الشخص، أخبر صلاح الدين أنا أريدك على انفراد. فدخلوا إلى الخيمة وكان معاه اثنين اللي هو ملتمين اللي هم الحرس الخاصين بصلاح الدين. ف
فصلاح الدين رد عليه ان هذا مثل ابنائي يعني الاثنين. فتكلم امير الحشاشين هذا للحرس الموجودين على يمين وعلى يسار صلاح الدين: هل اذا امرتكم انكم تقتلوا صلاح الدين تقتلوه؟ قالوا لا نعم. فهنا فوجئ صلاح الدين. للاسف الملتمين هذا اتضح ان هم من الحشاشين نفسهم، فامرهم ان هم يخرجوا، فخرجوا ويعني دارت مفاوضات بين صلاح الدين وبين الحشاشين. المفاوضات الاولى لم تكن طبعا لم تاتي طبعا باكلها، واستمر صلاح الدين في ضرب هذه الحصن يعني في، وايضا عمل حراسه مشدده، سرح الحراس الاولين وعمل حراسه مشدده، وقال انها من 16 فارس من الفرسان الاقوياء. في اليوم الثاني عندما خرج ورجع وجد اللي هو خنجر مغروس على المخده الخاصه بغرفه النوم، فسال الحرس يعني، فاخبروه ان نحن طوال يومين لم تغفل لنا عين ولم يقترب اي احد وجميعا نعرف بعض. طبعا مش معروف الطريقه اللي كيف وصلوا بها انهم يغرسوا هذاك الخنجر. فمن هنا استمر صلاح الدين في ضرب ايضا الحصن هذا، ولكن بعد ذلك حدثت مفاوضات اشترط فيها صلاح الدين الاتي: ان فرقه الحشاشين هذه اذا كان يريد ان صلاح الدين الايوبي يسامحهم على هذه الفعله اللي محاوله اغتيال، ان هم يغتالوا لي حاكم اللي هو القدس انذاك. وتمكن الحشاشون من قتل اللي هو الملك الصليبي الايطالي انذاك او اغتياله، ومن هنا طبعا زادت اللي هو الصيت الخاص بهم. قامت ضدهم طبعا العديد من الحملات الصليبيه وغيرها، ولكن كانت جميعها تفشل بسبب المكان الجغرافي وبسبب اللي هو الميراث الخاص بهم، وايضا الاغتيالات اللي كانوا بيقوموا بها في صفوف القاده وصفوف الجيوش اللي كانت بتاتيهم. جميع القاده كانوا بيستطيعوا ان هم يقتلوهم بشكل او باخر، مع العلم ان الحشاشين هذم اللي كانوا يقوموا بالاغتيال هم نفسهم كانوا في اغلب الاحيان يعني يمسكوا بهم وبيموتوا، ولكن كان بينفذوا المهمة. المهم طبعا ظل الأمر على ما هو عليه فترة طويلة جدا، إلى أن طلب اللي هو سكان القبائل عندما ضاقوا درعا بتصرفات الحشاشين وبظلمهم وببغيهم طلب العون من المغول. فمباشرة أتت المملكة المغولية الكبيرة الجبارة اللي هم مثل الجراد هذا اللي لا يسيبوا لا أخضر ولا يابس. سوف طبعا حق وخصص لها حلقة أخرى في وقت آخر اللي هي الهجوم المغول على المنطقة طبعا أو على العالم بأسره. سوف أكلمكم أيضا على المغول هذم. فأتت اللي هي حملة المغول، هذه هي الحملة الأولى والوحيدة اللي لم يستطع اللي هو الحشاشون طبعا كانوا بيتوارثوا، هذا كان في منهم اللي بيموت الرئيس وبيتوارثوا هذا الأمر، والمذهب كان مجال ماشي اللي هو مذهب الإسماعيلي النزاري اللي هو الحشاشين هذم. بالنسبة المهم لم يستطيعوا ان هم يوقفوا زحف المغول، لان كانوا باعداد كبيرة للغاية وكانت اسلحتهم تعتبر اسلحة فتاكة للغاية، واستطاعوا الوحيدين ان هم يتسلقوا واستطاعوا ان هم يقتحموا هذه القلعة، وقتلوا جميع من تعرف بالطائفة اللي هي طائفة الاسماعيلية او الحشاشين خوفا من الاغتيالات، قتلوهم ابادوهم ابادة كاملة، فر القليل منهم الى اللي هو دول الشام، وبعدها بسنوات بسيطة قضى عليهم اللي هو الظاهر ببرس أيضا قضاء تام وأبادهم إبادة كاملة. طبعا كانت بالنسبة لحلقة الحشاشين هذه أو لماذا هم يسموا أصلا بالحشاشين، فيه لي شيئين كانوا يقال أو فيها رأيين في هذا الأمر. الأول بيقول إن هم كانوا في بداية مسألة الاغتيالات كانوا إن هم يناموا بين الحشائش، وهذا اللي أعتقد إنه هو يكون الخيار الصحيح. والاختيار الثاني إن هم كانوا يقوموا بتناول اللي هو مخدر الحشيش قبل عمليات الاغتيال لكي لا يتراجعوا، حسب قوى الأحداث طبعا أو الأقوال في التاريخ. ولكن علميا الآن اتضح أن مخدر الحشيش جميع من يتعاطى مخدر الحشيش فيفرز أشياء معينة في الجسم تصيب الإنسان بالجبن وبالتراجع وبالخوف الشديد من أبسط الأمور. فإذا مسألة أن هم يسبسوا الحشيش لكي لا يتراجعوا هذه نحو هذا الأمر، فإذا التسمية آتية من مسألة اللي هو أن هذا الشخص كان ينام بين الحشائش، وهذه المجموعة كانت تنام بين الحشائش وتقوم بعملية الاغتيالات. ممكن هذا هو الموضوع. إذا عجبتك هذه الحلقة ادعمنا بلايك، لو لديك أي مشكلة أي استفسار كلمني إن شاء الله سوف أقوم برد عليك أسفل هذا الفيديو. طبعا ستجد العديد جدا من الحلقات المفيدة إن شاء الله سوف تفيدك. سلام.